وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ومباراة مصر وزيمبابوي غدا باستاد القاهرة. وأعلنت الداخلية أنه تم تزويد المدرجات بكاميرات المراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب، مشيرة إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها وضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها لأول مرة الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الفان آي دي ومطابقتها مع التذكرة، والاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية وتأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات الدرونز، كما سيمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته.